يا أميرة يلا يا بنتي عشان نتغدى، أنا هموت من الجوع. اتغدي انتي وماما، أنا نازلة تاني هتغدى بره. ايه ده؟ ما انتي طول عمرك بترجعي من المدرسة تاكلي وتتخمدي، ايه الجديد بقى؟ اقعدي يا حبة عشان عاوزة اتكلم معاكي. اقعدي. هو انتي لسه زعلانة مني من امبارح؟ انتي هبلة؟ انا بهزر معاكي طبعا. في ايه يا بنتي مالك؟ خايفة عليك يا رحاب، صدقيني والله العظيم خوفي ده بيكبر كل يوم. ايه بقى جو الافلام العربي ده ان شاء الله؟ نفسي اقولك براحتك واعملي كل اللي نفسك فيه بس مش قادرة. عمره الغلط ما بيجيب نتيجة ولا عمره بيريح. صح. معرفش. ويا ترى ايه هو بقى الصح وايه هو الغلط؟ يعني انت عاوزة تفهميني اللي انت بتعمليه ده صح؟ ايه اللي انا بعمله يا أميرة؟ في ايه مالك؟ ليه مصممة تحسسيني انك كاملة وعاقلة وان انا مش عاوزة احسسك بحاجة يا رحاب. أنا بقول لك خايفة عليكي. أنت عمالة تبعدي لدرجة إنك قربتي ما تبقيش متشافة. فين رحاب؟ اللي قاعدة قدامي دي دلوقتي واحدة شبهها. هو أنت مش واخدة بالك إنك من كتر ما بتبعدي قربتي خلاص تختفي من حياتنا؟ صدقيني والله بتبعدي قوي. عني وعن ماما. عن أخوك اللي في الغربة، حتى عن روحك كمان. أخويا اللي في الغربة؟ أنت بقى فاكرة إن أخويا اللي في الغربة ده أنا فارقة معاه أصلاً؟ أبعد ولا أقرب ولا حتى أموت؟ عايز تتكلمي جد يا أميرة؟ ماشي يلا نتكلم جد. انتي طول عمرك في حضن خالتي، بتسمعك، بتطبطب عليكي. ما هي طول عمرها بتسمعك وبتطبطب عليكي يا رحاب. بس هي مش امي، هي مش امي، وانتي مش انا. انتي امك ما رمتكيش وانتي صغيره، اخوكي ما رمكيش وانتي كبيره، حتى البني آدم الوحيد اللي حبيته في حياتي طلع الزبالة. فقولنا بلاش نصايح، أنا مش عايزة نصايح من حد، لا أنتي ولا غيرك. ماشي؟ بلاش نخسر بعض يا أميرة. ماشي.